الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة الأحباب في اليوم الثاني من رمضان مع الدرس الثاني من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. احنا ماشيين في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. بعثت بجوامع الكلم، خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ومسرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح الأرض، أو أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها، يعني تستخرجون هذه الخزائن وتنتفعون بها. هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. ما المقصود بجوامع الكلم؟ قال بعض أهل العلم: المقصود به القرآن العظيم، وقال بعضهم: المقصود به القرآن يدخل فيه أصالة، ويدخل فيه جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الشريف، مثل مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلو تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة من جوامع الكلم، وقد اعتنى بها العلماء، ومنها ما جمعه الإمام النووي في الأربعين النووية، وأضاف إليها بعض الأحاديث الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. نصبت بالرعب، وجاء في حديث آخر: نصبت بالرعب مسيرة شهر. يعني العدو يسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة شهر يدخل في قلبه الرعب، وربما لا يثبت ويفر. وهذا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحدث أيضا مع أصحابه، يعني في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حدود بلاد الشام للقاء الروم فلم يجد أحدا، وهذا الرعب جند من جنود الله، إذا دخل قلب أحد لا ينفع معه عتاد ولا عودة ولا قوة ولا بنيان. الإنسان حتى لو كان قوي البنية ولكنه ضعيف القلب، دخل في قلبه الوهن ودخل في قلبه الرعب، فلا تجده يثبت عند فتنة ولا عند محنة ولا عند جهاد. فالرعب جند من جنود الله، وإحنا شوراتي يعني عايشين يمكن في الفيروس، محن فيروس كورونا، يمكن خطورته ليست في بأكثر ما في الرعب الذي في قلوب كثير من الخلق منه، يعني شيء غير مرئي والناس خايفة منه، خاصة في غير بلاد المسلمين تجد الخوف أشد والرعب يعني أفزع، أمر مفزع لهم. وسبحان الله، حتى قالوا من الناحية الطبية أن الرعب ده والخوف يضعف مناعة الإنسان. وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهذا معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يخبر عن شيء وقع في آخر حياته وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وإلا
أنت إذا نظرت في واقع الأمة الإسلامية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حدث من الفتوحات، فتوحات بلاد العراق وبلاد فارس وبلاد الشام وشمال إفريقيا وغيرها في عهد الخلافة الراشدة؟ والأمة، بلاد الأمة الإسلامية تحتوي على كثير من كنوز الأرض، يعني البترول عندنا، الذهب والحديد والفضة، أغلب المعادن النفيسة في بلاد المسلمين. ما الذي دهانا؟ يعني ما الذي أضعف الأمة وجعلها في ذيل الأمم؟ ليس قلة عدد وليس قلة مال، عندنا العدد وعندنا المال، ولكن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فينبغي أن يكون هذا درسا لكي نعود إلى مصدر عزنا، مصدر عزنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم وفيه عزكم. فخزائن الأرض في بلاد المسلمين، والأمة الإسلامية عبر قرون تنتفع بهذه الخزائن، ولكن ينبغي أن تسخر تلك الخزائن نصرة لدين الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما أعطانا المال لأجل أن نتمتع وأن نأكل وأن نشرب، وإنما أعطانا سبحانه وتعالى المال وأنزل المال لإقامة الصلاة وإقامة الدين ونشر الدعوة وإعزاز الإسلام والمسلمين. لذلك هذا المال إن لم يستعمل هذا الاستعمال كان وبالا على الفرد وعلى الأمة. المال ينبغي ألا يستعمل في تحصيل الشهوات. للأسف كثير من المسلمين على مستوى الفرد ومستوى الأمة غرهم الترف وغرهم المال، واستعملوا المال في معاصي الله سبحانه وتعالى، استعملوا النعمة في محاربة المنعم، وجعل هذا المال كثير من الناس يطغى ويتكبر ويعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى ويعرض عن دين الله. هذا على مستوى الفرد ومستوى الأمم، ربما يتسبب المال في فتح الشهوات وإلى تقليد الكفار والاستجابة لأعداء الله سبحانه وتعالى في تنفيذ مرادهم. فينبغي أن يكون المال يستعمل لإقامة الصلاة ونصرة الدين، لا يستعمل لعكس ذلك. ذكر الإمام البخاري بعد ذلك حديث رقم 7274 بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء، بعث الأنبياء وأعطى لكل نبي آيات تدل على صدقه، مثل ما أعطى لموسى عليه السلام العصا التي تتحول إلى حية وغيرها من الآيات، وأعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء المرضى والأكمة بإذن الله عز وجل. تلك الآيات التي أعطاها الله للأنبياء تأييدا لهم وإظهارا لصدقهم، ولكن كان الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه باق إلى يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنه لم يؤتى صلى الله عليه وسلم معجزات حسية، قد أوتي معجزات حسية، فقد نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وسبح الحصى في أصابعه وفي يده، وبكى الجذع على فراقه، ورد عين قتادة ابن النعمان بعدما سالت فصارت أحسن عينيه، وأخبر صلى الله عليه وسلم بكثير من المغيبات التي حدثت في زمانه وبعد زمانه وحدثت، وكثر الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى كان الطعام القليل يكفي الفئة والفئام من الناس بفضل الله عز وجل.
كل هذا تأييدا له صلى الله عليه وسلم. وكان حجر يسلم عليه، كان الحجر يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات والمعجزات التي تسمى بالمعجزات الحسية. ولكن هذه المعجزات الحسية بقي أخبارها، لم يراها إلا ما كان في زمانه، وبقيت الأخبار المنقولة بالأسانيد الصحيحة. أما المعجزة العظمى والآية الكبرى التي أوتي بها التي أوتيها صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم، وهو معجزة ما زالت بين أيدينا، آية دالة على صحة هذا الدين وعلى صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما اشتمل عليه القرآن من المواعظ البليغة والحكم العظيمة والأحكام المتكاملة. كتاب الله عز وجل الشامل الكامل الذي فيه أعظم البلاغ وفيه أجمل العبارات. بعض العبارات في القرآن تأسر البلغاء، مثل قوله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آيات، كلمات معدودة تختصر لك القصة اختصارا. ومثل قوله سبحانه وتعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، إلى غير ذلك من الآيات والكلمات اليسيرة في القرآن التي تدل على معاني عظيمة. ومن تأمل في القرآن وجد فيه سطوة وعلوا، لأنه كلام العلي الأعلى، فتجد القرآن فيه قوة حتى في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى آخر سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم يقول: وإنه لتنزيل رب العالمين. هذه الآيات وهذه الكلمات لا يستطيع بشر أن يتكلم بها، فيها قهر، فيها علو، فيها سطوة للقرآن. هذا القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى به هدي إلى صراط مستقيم. لذلك كلما اقتربنا من القرآن، كلما تمسكنا به، تمسكنا به ليس مجرد إقامة حروف ومجرد إحسان تلاوة وترتيل، وإن كان هذا أمرا مطلوبا، ولكن التمسك بالقرآن شيء أبعد من ذلك بكثير. أن نتدبر القرآن، أن نفهم معانيه، أن نفهم أنه رسائل من الله عز وجل. القرآن آخر رسالة نزلت من الله عز وجل على آخر رسول وخير رسول صلوات ربي وتسليماته عليه، على خير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن الذي أخرج العرب من الظلمات إلى النور، الذي جمعهم بعد فرقة وقواهم بعد ضعف وأعزهم بعد ذل. هل كان للعرب قيمة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول القرآن عليهم؟ كانوا يعبدون الحجر، كانوا يعبدون الشجر، كان يصنع أحدهم صنما من العجوة، فإذا جاع أكله. كان أحدهم إذا كان في سفره حمل معه 4 أحجار، 3 منهم للقدر وحجرا يطيبه ويعبده من دون الله، فإذا وقع منهم الحجر في الرمل نادى مناديهم: أيها الناس ضل إلهكم فاطلبوا إلها غيره. يقول أحدهم: أرسلني أهلي بسمن ولبن لصنم من الأصنام، وكنت أشتاق إلى اللبن، يعني عايز يشرب اللبن. يقول: فخفت، خف من الصنم. بيقول: فقدمت إليه السمن واللبن فأتى كلب، تأمل، فشرب اللبن ولحس السمن وبال على الصنم. وهذا أحدهم يذهب يشتكي إلى صنمه بعد في بداية الإسلام،
فوجد الثعلب يبول عليه، قال قبحك الله من إله، تبول عليك الثعالب. هذا كان حال العرب، كانوا في ضلال وجاهلية جهلاء، كانوا يئدون البنات، ويظلم القوي الضعيف، ويعتدي بعضهم على بعض، تقوم الحروب الشرسة التي يقتل فيها المئات من البشر لأجل أشياء تافهة. فأعزهم الله بهذا الدين وبهذا القرآن. هذا القرآن لازال بين أيدينا معجزة ظاهرة، لذلك ينبغي أن نعتني به ونعتني بالدعوة به إلى الله. قال سبحانه وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا تلي القرآن على القلوب تأثرت وخشعت له، حتى والله إن قلوب الكفار لا تتأثر عند سماع القرآن. إن كثيرا ممن يدخل في الإسلام بفضل الله عز وجل يدخل في الإسلام بعد سماع القرآن. القرآن يؤثر في القلوب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، فكلما قرأنا القرآن بتدبر وتمعن وتفهم، وكلما أعملناه في حياتنا وأثر في سلوكنا وأخلاقنا وقلوبنا وأحوالنا، كلما كان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، كلما كان هذا بفضل الله عز وجل سببا لنصرة دين الله عز وجل وعودة مجد الإسلام والمسلمين مرة أخرى. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية ظاهرة، ولازال التحدي موجودا فيها حتى الآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ينبغي أن نعتز به، ينبغي أن نغتنم الوقت في تدبره وتفهمه، ينبغي أن نعلم أبناءنا القرآن. إحنا بنعلم ولادنا الفيزياء، ونعلم ولادنا العربي والحساب والفيزياء والكيمياء وغير ذلك، وربما ننفق نفقات مهولة كبيرة لتعليم الأبناء، وللأسف نفرط في تعليم أبناءنا كتاب الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر رمضان شهر عودة لكتاب الله عز وجل ولتصحيح المسار. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.